نعمل ايه بسرعة عشان احنا عندناش وقت احنا خلاص. عاوزين نعمل يعني بالنسبة لكل الأطفال حبايبنا اللي بيروحوا المدارس، عاوزين نعمل لهم سندوتش ياخدوه معاهم. تمام تمام، بنسميه حضرتك الصاروخ. الصاروخ، تمام. طيب احنا الصاروخ هو نفس الفكرة بتاعت العجينة بس انت هتلفه. نفس الفكرة بس هنقفله تقفيلة معينة ونلفه حضرتك. انا عملت الصاروخ قبل كده بس عملته بالعيش الصاج. بلاش الصاج. جميل. طبعا في محلات دلوقتي كتير قوي بتسمي مسميات السندوتشات زي الصاروخ والقنبله وحاجات كده يعني. الله ينور عليك. والديناميت الله ينور عليك، صح كده. فاحنا انا عملت الصاروخ بس طبعا مش فطير، انا عملته بالعيش الصاج وبعد كده حطيته على التوستر عشان يمسك كل الجبن اللي فيه والحاجه اللي فيه. تمام، شايف. هنسيب طيب شويه. احنا بنعمل ايه بقى؟ هندوس عليها شويه بالشوبك عشان العجينه برضو ايه محتاجه تريح شويه. هنقول فطيره حضرتك يا شيف. ايوه طبعا. هنا مش محتاج انه يبقى رفيع قوي العجينه ولا ايه؟ ولا برضو في المظبوط يعني عشان السندوتش وكده بيتلفوا يعني بيتلفوا كده، ففي المظبوط. احنا يعني لو في يعني وقت البرنامج اكتر كان يعني اخرنا وعملنا تهويه اكتر. اكيد بس أكيد. احنا عشان وقت البرنامج. تمام. طبعا ده بيتحشي بسطرمة، جبنه، زي ما انت عايز. أي حاجه، اي برضه حشوات بالفلفل الطماطم كده. صح كده؟ مظبوط يا شيف. طيب بس انا بالنسبه لي عشان للاطفال وكده عشان يكون خفيف نحشيه بالجبنه. ايوه وبالخضار. جبنه وخضار. الناس على رايي انك انت تحشيه بالجبنه النستو افضل. مظبوط يا شيف. اخف من اي حاجه، والجبنه النستو لما بتخش الفرن مع شويه حاجات خضار كده بسيط بتدي طعم حلو قوي يا جماعه. ده طريقة اننا نعمل، حتى ده كمان ممكن يتعمل في المناسبات ان احنا مزبوط. يتعمل ويتقطع شرايح احسن ما نجيب ساليزون من بره او نجيب معجنات من بره، بتبقى افضل انها تتعمل حتى في البيت. مظبوط يا شيف. وحتى في طريقة الصاروخ ده مش لازم التهوية، لو انت ما تعرفيش تهوي ممكن يبقى طريقته فرده سهل. مظبوط يا فندم. هنحط الجبن بتاعتنا. البيضة. تمام. الجبنة النسو قصدي. النسو يا فندم. ايوه. ولو عايز ممكن تدي لها طعم بسطرمة. يا فندم ماشي. ادي الطماطم. والفلفل الالوان عندك اهي. تمام شايف. ممكن ندي لها سنه زيتون اخضر سنيه صغيره برضو. تمام. تدي لها الطعم الحادق شويه. الاطفال بتفرح بالحاجات دي قوي يا فندم. وفلفل فلفل الوان ده على فكره. تمام. تمام. احنا لازم نلف بسرعه عشان عايزين نزوق الاطباق الحلو. حاضر. احنا كده تمنا خمس دقايق في الحلقه. تمام يا شيف. كلام جري بسرعه. كلام سليم. معاك. بالنسبه للساندوتش بنلف بنقفل من الناحيه اليمين والشمال. أيوة, ايوه الظرف زي الظرف. تمام. ومن الناحيه دي معانا احمد. السلام عليكم. لا معانا ام احمد بقى. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. بصوا اللف يا جماعه، بصوا اللف هي بيتقفل. الو السلام عليكم. الو ممكن توطي التلفزيون يا فندم؟ الو. ايوه الصينيه تحت فوق. تمام يا شيف. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وطي التلفزيون من فضلك. تحت خالص، تحت خالص. ايوه محمد. معاك شيف محمد كلمه. السلام عليكم يا فندم. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيف محمد. اهلا وسهلا بيه حضرتك يا فندم، تحت امرك. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. تمام. بص اكل حضرتك كله جميل جدا. ربنا يخليك، ده مزوق حضرتك والله يا فندم. احنا استنى الحلقه بتاعتك عشان نتفرج عليها. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، والله ميرسي لذوق حضرتك. الحمد لله خير. الحمد لله. انا بشكرك يا فندم. بشكرك يا فندم. الاتصال معلش اتقطع. بص احنا ده شكل الساندوتش اللي هو الصاروخ. الصاروخ